وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان امبارح كان الجو لطيف شويه، لكن هل فعلا من المتوقع ان هيكون في موجه حاره هتبدا من بكره؟ هو طبعا بالفعل، يمكن احنا الاول خلال هذه الايام قيم درجات الحراره مستقره بشكل كبير وتعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، يعني احنا بالامس العظمى على القاهره الكبرى مسجله 35 درجه مئويه، اليوم ايضا متوقع انها تكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه، وده يعتبر المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه، لكن طبعا احنا عندنا ارتفاع في نسب الرطوبه وبيخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من ال 35 او 36، خلي قيمه درجه الحراره المحسوسه اعلى من المقاسه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على وجود سحب منخفضه ومتوسطه، وخاصه كمان في فتره الصباح الباكر بيساعد شويه على تلطيف الاجواء وحجم جزء من اشعه الشمس، وكمان بيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره خلال فترات النهار. فبالتالي اجواء فتره النهار هي اجواء ما بين المعتدله، ما بين الحرارة الرطبة فترة النهار إلى شديدة الحرارة الرطبة فترة النهار، ده في معظم المحافظات الشمالية. طبعا كل ما اتجهنا جنوبا كان قيم درجات الحرارة أعلى، فأجواء المناطق الجنوبية الموجودة في محافظات الصعيد هي أجواء شديدة الحرارة. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون هي الأعلى في قيم درجات الحرارة، لكن اللي هي الأقل في قيم درجات الحرارة لكن هي الأعلى في نسب الرطوبة، فأجواءها حرارة رطبة فترة النهار. هنيجي كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة الصغرى. فترة الليل بتتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة مئوية، فبالتالي أيضا أجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة رطبة في معظم الأنحاء، خاصة إن احنا هنيجي فترات الليل هنلاقي نشاط نسبي للرياح نحسه أكثر في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بشكل كبير. امبارح كان في نسمة جو كانت لطيفة جدا بصراحة. بالفعل، ونشاط الرياح ده بيقلل بعض الشيء إحساسي من نسب الرطوبة ويخليني أحس في تلطيف الأجواء، وخاصة زي ما بنقول في فترات المساء ساعات الليل وحتى فترة الصباح الباكر. لكن زي ما حضرتك قلتي في الأول، بالفعل احنا أعلنا عن بداية موجة جديدة من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة تبدأ معانا بشكل تدريجي وطفيف من بكرة الثلاث إن شاء الله. تبدأ مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا تختلف تماما، لأن احنا كمان مع المنخفض الجوي اللي كان بيأثر علينا خلال هذه الأيام مصادر الكتل الهوائية معظمه قادم من جنوب أوروبا، لكن من بكرة إن شاء الله ترجع تاني امتداد منخفض الهند الموسمي، والكتل الهوائية الشديدة الحرارة هتأثر علينا تدريجيا. كمان مع نهايات الأسبوع هيكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، الارتفاع ده هيكون بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات في معظم أنحاء الجمهورية عن الأيام دي أو عن المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة. فهنبدأ بكرة عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 38 درجة مئوية، مع نهاية الأسبوع توصل ل 39 درجة مئوية، وده طبعا مقاسة محسوسة طبعا، ده في الظل وكمان المحسوسة. بالظبط، المحسوسة في الظل كمان بتكون 41 42 درجة مئوية. الموجة دي هتبدأ معانا الثلاث، تستمر معانا مدة لا تقل عن أسبوع، يعني هي مكملة معانا كمان بداية الأسبوع اللي جاي، فهنحس أكتر بارتفاع قيم درجات الحرارة بسبب طول هذه الموجة. هي موجة شديدة الحرارة أغلب محافظات الجمهورية هتتأثر بيها، مع استمرار كمان ارتفاع نسب الرطوبة، يعني نسب الرطوبة لسه مكملة معانا كمان. لسه كنت بقول لحضرتك، كنت هسألك عن نسبة الرطوبة، هل فعلا هتبقى مرتفعة يعني طول النهار وحتى في الساعات المتأخرة من الليل؟ هي طبعا نسب الرطوبه لسه مكمله معانا في الارتفاع، احنا دايما بنقول ان احنا شهر 7 وشهر 8 هم ذروه صيف الصيف بسبب كمان وجود نسب رطوبه في الجو، فهي مكمله معانا فترات النهار وفترات الليل ومكمله معانا كمان الايام اللي جايه، الا ان في بعض الايام بيكون فيها نشاط للرياح او منخفض جوي في طبقات الجو العليا زي الايام دي بيقلل بعض الشيء احساسي بنسب الرطوبه، لكن مع موجه ارتفاع قيم درجات الحراره يمكن انا احس اكثر كمان بوجود نسب رطوبه في الجو، لان المرتفع الجوي هيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض
مع منخفض الهند الموسمي والكتل اللي جايه من على البحر المتوسط، فبالتالي هحس بارتفاع نسب الرطوبه اللي بتتجاوز في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط بتتجاوز ال 85 و90%، في القاهره الكبرى بتتجاوز ما بين ال 80 لل 85%، ودي نسب رطوبه مرتفعه بشكل كبير. وطبعا كل ما اتجهت جنوبا كانت نسب الرطوبه اقل وبتقل بشكل تدريجي. عظمه الرطوبه كمان بتبقى فتره الليل، يعني القيم اللي هي 90 او 80% دي نسب الرطوبه بتبقى فتره الليل كمان، فعشان كده هنحس بنسب رطوبه خلال الايام اللي جايه، خاصة كمان ان هيحصل هدوء في سرعات الرياح، يعني هنحس كمان ان نشاط الرياح اللي كان موجود معانا الايام الماضية. بس الرياح دي هتكون محملة بالرمال والاتربة ولا هواء سخن؟ لا هو هيكون هواء سخن، لان هواء الرياح هتبقى قليلة الايام اللي جاية، نشاط الرياح هيقل، فبالتالي او الرياح هتبقى معتدلة خفيفة جدا، فمش هتأثر على احساسي بوجود ارتفاع في قيم درجات الحرارة، او حتى كمان تقلل احساسي بوجود ارتفاع في قيم درجات الحرارة. كمان هيكون في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط، لان احنا الفترة اللي فاتت كان في ارتفاع امواج في الشواطئ الغربية للبحر المتوسط واماكن من البحر الاحمر، لكن من النهارده ان شاء الله وخلال الايام اللي جايه هيقعدوا تاني البحرين معتدلين بشكل كبير. يعني لان احنا فعلا مع يعني الويك اند اللي فات زي ما بنقول كده وبدايه الاسبوع كان فعلا يعني ممنوع نزول في معظم شواطئ السواحل الشماليه، وكان الرايه الحمراء مرفوعه على معظم الشواطئ. بالفعل الايام الماضيه تم اغلاق بعض الشواطئ كمان في الشواطئ الغربيه للسواحل الشماليه الغربيه تحديدا في مطروح، في العالمين، في مناطق كمان من الاسكندريه. لكن ان شاء الله خلال الايام اللي جايه من النهارده وعلى مدار ال 72 ساعه اللي جايه على الاقل البحرين هيكونوا معتدلين، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر ما بين 1.5 ل 1.7 متر، فبالتالي مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بس احنا تاني هناكد على كل الساده المواطنين ان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها كلها اذا كان مقاسه او محسوسه ده في الظل، تعرضي لاشعه الشمس بشكل مباشر هيزود احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير. ففتره الظهيره من 12 الظهر ل 4-5 العصر، الفتره دي شده الاشعه الشمسي عاليه بشكل كبير، بنسجل قيمه درجه الحراره العظمى، فبقدر الامكان نتجنب. وعلشان كده يا دكتور احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 36، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 36، 25، اسكندريه 32-22، العلمين الجديدة 31-22، مطروح 31-23، دمياط 32-25، بورسعيد 34-26، إسماعيلية 38-24، السويس 37-23، العريش 34-23، كاترين 34-15، طابة 35-24، حلايب 35-28، شلاتين 37-27، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 39-27، الفيوم 37-22، بني سويف 37-23، الوادي الجديد 39-25، أسيوط 38-24، سوهاج 38-25، قنا 41-27، الأقصر 41-27، وأخيرا أسوان 42-28. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الطقس، لكن من الغد إن شاء الله هيكون في بداية موجة حر مستمرة معانا حتى بداية الأسبوع القادم، نخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة. هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك.